لكل في رأيه وجهته التي هو موليها، وله نظرته في طريقته التي هو متبنيها. وقد يتبوأ الشيء في بعض الأفئدة مبوأ صدق، وفي غيرها ما يضاد ذلك أو يناقضه. ولطالما تغزل الناس في الشتاء بيد أن ساطره كانت له وجهة أخرى أحسن أم أساء. جيش الشتاء لأبي سفيان عمرو بن سادات حفظه الله تعالى وبارك فيه. يجيء الشتاء على موعد كجيش يداهم أرض البشر، يسير ببطء وتدنو الخطى، فترجف أفئدة تنتظر، فيمضي يتيه ولا يلتفت، ويرسل بين يديه النظر. تدق الرعود كدق الطبول لدى الحرب، أنى وأين المفر؟ ويكشر أنياب فيه، وفيه يبرق مثل الصقور الشرر. فتخلو الدروب فما نمة، وليس بها غير صوت الخطر، وصمت يميت القلوب سوى هزيز الرياح يحف الشجر. وقام الضباب يميت الضياء، ولاط السماء ظلام وقر، يهيل الغمام على الشمس، أمست مليكا يوارى دون الحفر. وطالت ليالي الظلام وصالت، وكفن بين السحاب القمر، وآضت سماء الحياة موات، وعانق جيد السماء الغرر. جحافل سحب تسد الفضاء، وترسل مثل الرصاص المطر، وتأسر بين يديها النجوم، فلا نجم يصمد إلا أسر. وعافت جنود من البرد تفري أديم المدائن حتى انفطر، وتسلب من حركات الحياة، وأسلم بين يديها البشر. فتغلق أبواب هذه الديار، فلا حس ينمى ومات الخبر. كأن الديار ديار القبور، فأين السمير وأين السمر؟ وصوت بنفسي يناجي بهمسي، متى توضع الحرب؟ أين الوزر؟